سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وفي اليوم 25 من ايام شهر رمضان الكريم حندير معكم معشوق الجماهير او محبوب الجماهير، صابلي بالمعجون. وصفه قديمه نحبوها كبار وصغار، اكيد اكيد تكون حاضره في مائده العيد، صبيحه العيد. الو، حنعطيكم البنات وصفه ناجحة 100% للصابلي بالمعجون. فوالا، حندير مقادير جدو صغيرة، فوالا، وانتوما ضعفوا. انا درت كمية كبيرة من العجينة الطلبية، مي ما حبيتش نمثلكم هذيك المقادير الكبيرة، حندير لكم مقادير اصغر اصغر مقادير. الوغ، واش عندي في ريسيبيو؟ عندي 125 غرام مارغرين، يعني خدمتها بماني باسكو بزاف متتبعات يسقسوني اما مارغرينا كي تخدمي بها. الوغ، 125 غرام مارغرين، حبه بيض كامله، 50 غرام سكر ناعم، 20 غرام مايزينا، مغرفه لافاني، قرصه ملح، والفرينه. شوفوا مقادير جد بسيطه نخدموا بها الصابلي وتقطع لنا كميه ما شاء الله. يلا البنات، على بركه الله نديروا طريقه مع بعض. في ريسيبيو ندير المارغرين، طلع المارغرين وحدها في الريسيبيو بالباتور، فوالا كتولي شكل كريمي. المارغرين تاعي حندير رشه ملح، فوالا، وحندير مغرفة لافاني. شوفوا، ونزيد معهم سكر ناعم، سكر ناعم سكر غلاس. نطلع بالباتور مرة ثانية. في مرحلة نزيد حبة بيض كاملة، حملة، نشا، مايزينا، ونضرب كذلك. هلا نتخلص من الباتر، فوالا، نسيت من الفيغ. مرحلة ندير كمية من الفارينة، فوالا، نزيد ملعقة خميرة كيميائية، ما نكتروش بزاف بالشكل ما يفسدش، ملعقة، فوالا، ونبدا نلم ونبقى نضيف الفرينه. شوفوا اللم بيديه، ديجا هاد الطريقه كو عرفتوها معايا. نبدا نلم ونزيد الفرينه حتى نتحصل على عجينه طريه. فوالا البنات، العجينه اللي حنخدم بها الصابلي كيما قلت لكم دائما في كيس بلاستيكي. شوفوا القوام تاعها شباب بزاف، نغطي بكيس بلاستيكي. نحلها دوك، تشوفوا معايا السمك كيفاش. بسم الله، استروني في هذه الايام الاخيره تعب شديد، الله المستعان. بالرغم من التعب والطلبيات والضغط لابريسيون، ما نسيتكمش ومازالني متواصله معاكم البنات. شوفوا شويه عاليه العجينه تاعي، شويه عاليه. شوفوا البنات الطابع بزاف شباب، راهو جديد في السوق. فوالا، اليوم شريته، قلت نشاركو معكم. نطبع الحبات تاعي، نطبع اربعه في السامب، ونطبع نفس الحبه. شوفوا ندير هاد الطابع ونضغط لداخل. شوفوا البنات كاش يجي، البنات كاش جا الشكل ديالو. بنفس الطريقه شوفوا، نضغط بالاول ونزيد الثاني، فوالا، شوفوا كاش يخرج لي الشكل ديالو. شوفوا البراج تاني نحطهم في سنيوه في فيل مع اختها باش ما يتلفناش الحساب. وبنفس الطريقه نكمل. باش يخرج لنا الشكل بنفس الطريقه نكمل الحبات تاعي
شوفوا الشكل تاع الطابع هدايا او جديد، شوفوا شحال جا شباب. فوالا اكدوا لي عليه البنات. فوالا راني عمرت سنيوه، الكوشه تاعي راهي تسخن، درجه الفرن متوسطه ولا قليله نوعا ما، نشعلو من تحت ما نشعلوش من فوق، جميع انواع الصابلي ما نشعلوش كامل من فوق، ماشي نخلوهم خضوره يبقى يطيبوا نار قليله، يطيبونا من تحت سي بون. اكيد كيما يقول لك الجديد حبو القديم تفرط فيه. انا درت كميه من العجينه بهذا الطابع اللي راهو جديد. فوالا دوكا نولي القديم، الطابع تاعنا شكل دائري، شكل مربع، نجمه، قلب، كاين قلب، كاين اوفال، كل واحد واش عنده. نبدا نطبع باغ اكزومبل، شوفوا زوج هكذا وزوج هكذايا، نحو هذيك الوسطانيه فوالا، نزيد الشكل مربع باش ما يتلف لكمش الحساب، احسبوا بالزوج. فوالا نزيد وحده انايا من النار ومن النار. شوفوا انا درت غلطه، ما منحش حتى نرفد، بسم الله. شوفوا القوام تاعها، شوفوا السمك ديالها، نحطهم فوق طاوله فوق البابي كويسون. شوفوا شوفوا شابه بزاف الشكل تاعها، هاد العجينه ما يتغيرش كامل حتى نرفد. فوالا ونضغط لتحت ولا للفوق تتنحى لنا بكل سهوله. شوفوا الشكل تاعها ما تبدلش كامل، بالرغم ان العجينه اني عاودت حليتها، هذوك لي شوت عاودت حليتهم. نرفد نعمر السنيوه ونولي ليكم. شوفوا فوالا هذو هما الاشكال اللي نخدم بهم. شوفوا البنات جاتني فكره ديكوراسيون تاع الصابلي بالمعجون. شوفوا حندير دوائر، دائره سامبل ودائره نحكم العدوي، ندير لتحت زوج دوائر كيما راكم تشوفوا، هذه مع هذه فوالا. ابخي كي نفلا ديكوراسيون تفهموا علاش حبيت نوري لكم باش وسيت باش وسيت هاد التقابي. الصابلي تاعي راهو طاب البنات، عده اشكال كيما راكم تشوفوا، خليته يبرد. دوكا راح نديروا لا ديكوراسيون تاعهم. شوفوا شويه سكر غلاس صفايا. الصابلي تاعي الجهه اللي دايره فيها هذاك الطور تقبه في الوسط، فوالا فوالا نزيد كميه ندير فوق هدي فوق الصابلي تاعي. فوالا هذه هي اول مرحله، شاك فوا نزيد سكر غلاس. كاش جواب سكر غلاس. دوكا واش نروحو نواسو، نروحو للمعجون، ندير كميه فاسيات بالمعجون. تحبوا تخلوه هكا طبيعي، نضيف كمية من الباتاغون برو دوق الفراولة تعطينا اللون الأحمر. نخلط المعجون تاعي واللي اللون الأحمر، فوالا شوفوا اللون ديالو. نبدأ نعمر الحبة تاعي، فوالا وندير الديكور من الفوق. شوفوا البنات كاش جا، شوفوا الحبة تاعي كاش جات. فوالا بنفس الطريقة نوسي المربع، ندير في الوسط وين هذيك الثقبة تاع الديكور، ندير المربع تاعي. فوالا نزيد شكل دائري، تحبوا ديروه بالشوكولا، تحبوا كل واحد كيفاش اي يحب يدير. شوفوا هذا الاوفال تاعي درت له القلب لداخل، فوالا هذا هو الصابلي تاعي. بنفس الطريقه نكمل الحبات تاعي، انا درتها بالمقلوب. فوالا
هاد الطابع اللي وريته لكم جديد تقدروا ما ديروش فوق الكلاصاج، ديرو هكا باسكو فيه دوك لي بلي. فوالا شوفوا كاش يجي في السامبل. وريتكم واحد ديكور بلاك يكون جديد عليكم بنفس الطريقه. انا مع الطلبيات فوالا بنفس الطريقه نواسي سوكر غلاس. يكونوا طلبيات تكون لابريسيون. شوفوا لو كان تعرفوا الكواليس اللي مور هاد الفيديو، لما عن البوطاجي تحل حيره، لما عن تاع الفطور ما نحكي لكمش. ما تهربوا تهربوا. هذا انا غطيتهم بسكر غلاس. دوكا واش نواسي؟ نواسي معجون اللون الاحمر فوالا هكذايا. دوك تفهموا واش حندير. ندير هادوك شوفوا كاش جاو، نعمرهم باللون الاحمر. شوفوا كاش جاو. نزيد نعمر الاخرين تقابي هادو. شوفوا واش حنواسي دوكا. ندير كميه من المعجون هنايا، كميه قليله فوالا خضر. شوفوا فوالا، شوفوا لونتو اللون الاخضر. دوكا نحاول ديرو في لابوش، نفوت صغيرة كما راكو تشوفو، كمية صغيرة فوالا. دير ثغر صغير جدا فوالا. الحبة تاع لي تاخت حنواسي، شوفوا فوق السكر فوالا. شوفوا البنات كأنها زوج حبات الملوك. شوفوا البنات كشجاع الديكور. هذه الفكرة اللي كنت حابة نلحقها لكم. واحدة جست فكرة برك لي زيدي يكونوا فوالا. هادوك لي تيج تاع حب الملوك فوالا. شوفوا كاش جاو. عجبتكم الفكرة؟ هذا هو الشكل النهائي تاع الصابلي المعجون، محبوب الجماهير، كامل يحبوه كبار ولا صغار. شوفوا تحب الملوك صراحه عجبني بزاف. اعتمدوا هذا الديكور، شوفوا طريقه جد سهله. شوفوا الصابلي تاعي كشجا. البنات ولا عجبتكم لا فيديو ديروا لايك وابوني للقناة. صحة صحوركم. سلام.